موجز الأنباء أقرأه على حضراتكم نادية النشر. رئيس مجلس النواب الليبي يؤكد أن الشعب الليبي يؤيد جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية ليبيا وحقن دماء المواطنين. رئيس مجلس النواب الليبي يوضح أن الرئيس السيسي لم يكن متحيزاً لطرف على حساب آخر ويدفع جميع الأطراف دائماً للحوار والحل السلمي. ويشير إلى أن هناك شبه إجماع بين المجتمع الدولي على أن مبادرة إعلان القاهرة هي الحل لإنهاء الأزمة الليبية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يعلن عدداً من القرارات لتخفيف الإجراءات المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا على أن يتم بدء العمل بها اعتباراً من السبت المقبل. إعادة فتح المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية مع السماح بتواجد 25% فقط من طاقتها الاستيعابية لروادها كمرحلة أولى. إغلاق المحال في 9 مساء والمطاعم والمقاهي في 10 مساء واستمرار إغلاق الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة. وزارة الصحة والسكان تعلن ارتفاع عدد حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا المستجد إلى 15,535 حالة. الولايات المتحدة تسجل نحو 800 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فضلاً عن أكثر من 32,000 إصابة خلال الساعات 24 ساعة الماضية. البرلمان العربي يعقد اليوم جلسة عامة عن بعد لمناقشة الأوضاع والمستجدات في العالم العربي. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعلن عن تخصيص منصة إلكترونية ورقم على الواتساب لتلقي أي شكوى متعلقة بامتحانات الثانوية العامة من خلال الرقم 011-489-70-610 011-489-70-610. طلاب الثانوية العامة المكفوفون يؤدون امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى بإجمالي 227 طالباً وطالبة. الإدارة العامة للمرور تقوم حالياً بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بإصلاح كسر ماسورة مياه على الطريق الدائري للقادم من الزراعي باتجاه نفق السلام، والذي أدى إلى وجود بعض الكثافات. أخبار الرياضة. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعود للتدريبات بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات وزارتي الشباب والرياضة والصحة. الخبر الأخير. اللاعبون يجرون مسحة طبية قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدوري الممتاز.